أهلا بكم من جديد. موضوع حلقة اليوم هو حول الفنانات المحجبات، وضيفتنا هي الفنانة المصرية المعروفة حنان ترك. حنان، كنت سألتك عن اللحظة التي قررت أن تلبسي فيها الحجاب، متى كانت؟ تعبت وعايزة الحقيقة ومش قادرة، وعايزة أطرد الهوى، عايزة أطرد الهوى بأي شكل. رحت للشيخ ربنا يكرمه ويعزه، قلت له قول لي الحجاب جنة ونار ولا درجات جنة؟ لو جنة ونار مش هلعب، لا أنا حلو. عايزة أدخل الجنة. مش ممكن أبدا، أنا ما بقدرش على لسعة ولاعة ولا كبريت ولا شمعة ولا حرارة الشمس، ولا ما أقدرش. لو درجات جنة أنا راضية بالبدروم وقتها. ايوه، اللي هو انا بقول لك الحقيقه. بالضبط، نعم. فجي قال لي، ضحك زيك كده بالظبط، وقال لي سبحان الله العظيم، شوفي يا اخت حنان، كل ما هو فرض جنه ونار، وكل ما هو نافله درجه جنه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. قلت طب هايل، قول لي جنه ونار ولا درجات جنه؟ فقال لي طيب انت مسلمه؟ قلت له الحمد لله. قال لي جهدتي للاسلام؟ قلت له لا، انا اتولدت مسلمه. قال لي طب كويس، يعني انت وارثه الان الارض. قلت له ارض؟ قال لي اه، ادي الارض، انت النهارده الارض دي ملك حنان حسن محمد عبد الكريم. قلت له ازاي؟ قال لي انه اسلام، خلاص انت دي عندك ارضك. قلت له طب كويس الحمد لله. قال لي انت مؤمنه باركان الاسلام؟ طبعا مؤمنه باركان الاسلام، كذا وكذا وكذا، خمس اركان انا طبعا مؤمنه بيهم جدا. قال لي هايل، يلا اغرزيهم، طالما انت مؤمنه بيهم اغرزيهم في الارض بتاعتك. قلت له طيب اوكي، غرزناهم خيرا، بس الحمد لله ما فيهمش حجاب. اذا فهو انا بقى كل ده مطمنه يعني. فقال لي طيب عيشي بقى. قلت له عيشي ازاي؟ قال لي عيب، معاكي ارض ومعاكي عمدان، تمام قوي عيشي. قلت له ازاي يعني؟ قال لي عايزه ايه؟ قلت له لا، لو هو انت بتتخيل ان ده بيت، ده ما ينفعش، لا يقيم بيت. امال انت عايزه ايه؟ انا عايزه حيطان، عايزه سقف، عايزه حاجات كتير. قال لي اذا عليكي باركان الايمان، خشي على اركان الايمان، تؤمن حلو، بالله وملائكته وكتبه ما تخافيش، ورسله. مش هتلقي الحجاب بيناتهم. ما فيش الحجاب بيناتهم، فالحمد لله رب العالمين. قال لي لا، انت فاهمه يعني ايه الايمان بالله؟ طبعا كان انا مؤمنه بالله، اذا كنت انا جايه لك هنا عشان مؤمنه بالله، عايزه ارضيه. طيب مؤمنه بالملائكه؟ طبعا مؤمنه بالملائكه، امال انت بتتكلم في ايه؟ طيب مؤمنه بالكتب؟ طبعا مؤمنه بالكتب. طيب مؤمنه بالقران؟ طبعا مؤمنه بالقران. قال لي طيب افتحي القران. فتحنا القران. قال لي افتحي سوره النور. فتحنا سوره النور. قال لي اقري. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، سوره انزلناها وفرضناها. فقال لي ده معنى ايه؟ قلت له ان دي فرض. قال لي هو ايه؟ قلت له السوره دي فرض. قال لي ايوه. طب وبقيه القران؟ قلت له لا، يبقى مش فرض. سبحان الله العظيم. قال لي يا حنان الله يهديكي، ان الذي فرض عليك القران لردك الى ميعاد، الله يكرمك، يبقى كل القران فرض. طب قلت له طب وش معنى؟ قال لي زي ما يكون عندك ورقه اسئله في امتحان مهم، يقول لك الشابتر ده حط تحته 40 خط مهم، ربنا سبحانه وتعالى قال على هذه مهم، سورة أنزلناها وفرضناها. طب ليه؟ لكثرة الأحكام اللي فيها، زي ما بيقول إيه دي الإيه الكبسولة، بمعنى إن أنت مثلا عندك كتالوج، وعندك هاو تو، يعني زي إن أنت تفتح وتقفل بالظبط بالظبط. فهو ده السورة دي كده. فقلت له طيب ماشي، برضو ما فهمتش يعني الحجاب فين فيها. قال لي افتحي. جاب لي السورة بما معنى الآية، وجاب لي الكلمه اللي خاصه بالحجاب، وليضربن بخمارهن على جيوبهن. قلت له اه، ما هي دي. طب انا ما انا شرفني بقى ان الخمار ده هو الحجاب، معلش يعني، هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه يقول حجاب، وقادر ان هو يقول غطوا شعركم. اتحركت من جديد حنان الفنانه كده بالظبط، اللي هي يعني انا عايزه اقرب لهوايا. شوف وقتها بالضبط ايه اللي كان في الدماغ، ان انت طول الوقت عايز تصارع علشان ترضي النفس اللي هي اوريدي طموح، هو طموح حنان في الاخير يعني. بالظبط. المهم جه بعد كده قال لي طيب تعالي نفصص الكلمه بالمعجم اللغه العربيه. قلت له يلا هايل. قال لي قولي خمار جايه من خمر. قلت له خمر، خمر اللي بيشربوه؟ قال لي ايوه هو خمر اللي بيشربوه. طب خمر معناها ايه في المعجم اللغه العربيه؟ هو غطاء للعقل. قلت له طيب، وفتح لي وراني غطاء للعقل. اذا محل العقل فين؟ في الكوع ولا في الايد ولا في الركبه ولا في الرجل؟ فين؟ قلت له لا، في الراس. قال لي يبقى خمار هو غطاء ايه؟ قلت له الراس. قال لي اي نعم، فهو حجاب. فلما جيت اتكلم كده قلت له ايه ده؟ وهو خلاني انا اللي اقول، مش هو اللي قال. قلت له اذا فهو فرض. قال لي اه، تخيلي يعني جنه ونار. ايوه، لا اله الا الله. وزعلانه جدا بقى. فانا جيت امشي كده قال لي تعالي يا حنان اصبري. قلت له ايوه. قال لي انت الاول كنت متشككه؟ قلت له بصراحه اه متشككه كنت، وما كانش معاكي الحقيقه؟ لا ما كانش معايا الحقيقه. قال لي لك حساب،
عند الله، والآن لك حساب آخر، عليك حجة، أنت عرفتي وبحثتي وأيقنتي وأمنتي أنه فرض، تعجلي. طبعا مشيت بقولت لا إله إلا حسبي الله ونعم الوكيل، يا ريتني ما رحت. بس اللي هو سبحان الله العظيم، وقت ما عرفت بقى أنه الحجاب فرض. بس شيخ سحار هذا. سبحان الله العظيم. أبدا. سبحان الله العظيم. ربنا يعني أنطقه باللي ينفع مع حنان. نعم. سبحان الله العظيم. لأنه يعني أنا لازم أقتنع. يعني استعمل كل الوسائل العقلية والمنطقية حتى أوصلك إلى بدون كل حاجة. خليني أنا اللي أنطق. هو ما قالش حاجة. هو الراجل ما قالش حاجة. نعم. أنا قلت لك سحار من الأول. بالضبط. أنت اللي رفعك لي ما بعرف. طيب. حنان بصراحة. لو اليوم التقيتي بشيخ آخر. وحط لك مبررات او وضع لك ربما بالمنطق نفسه انه يمكن انت تمثلي من غير حجاب او كذا، وصلتي الى قناعه بانه الحجاب ربما ما يكونش فرض، يعني ممكن ترجعي تمثلي من غير حجاب؟ لا، عارف ده كان ممكن امتى؟ لما ما يكونش معايا علم شرعي. السنه ونص اللي انا توقفت فيهم دول بحثت، قلت انا عايزه اعرف ديني. جميل. انا عابده لله ولكني لست بمؤمنه حقيقيه لله سبحانه وتعالى، لاني لا اعلم ازاي هتؤمن بحاجه انت ما تعرفهاش ازاي. فدرست على سبيل النجاه وليس على سبيل الدعاء، عشان بس نبقى حاطين دول. يعني انا بدرس علشان انا افهم، عشان انا انفذ، عشان اعمل، مش لانك انت والله حنان اول امس كنت فنانه واليوم طلعتي لنا بالحجاب وبعد صرت لنا شيخه وداعيه وتفصلي وتعطينا الحلال والحرام زي ما حكوا عنك في الصحف. يعني ايوه بالضبط. لا يعني انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه افعالي هي التي تدعو. ما عندكش نيه للمشيخه يعني؟ اتمنى في حد يعني معلش يدل لهم برضه مقام عند الله. ما انا اصل اللي عايش طول عمره طب في الدنيا لا يقبل الا الطب عند الله. يعني لما تقول مثلا حنان كذا وهي في السلالم الاولى في مش عارفه ايه والافيشات ما اعرفش ايه، ودي دنيا زائله بتخلص، خلصت مع علاء ولي الدين في ثانيه. صحيح، في ثانيه. ولكن ما هو مقامي عند الله؟ اتمنى من الله سبحانه وتعالى. طموحك الان بالذات؟ طموحي الان. نعم. ان انا لانك مشكلتك انت ما تقعديش من غير طموح، لابد يصير عندك طموح. طبعا. طيب طموحك لما كنت فنانه كنا معروفين. الان ما هو الآن طموحك حنان؟ كما الله سبحانه وتعالى من علي في الدنيا بمشاهير اهل الارض، اتمنى من الله ان اكون من مشاهير اهل السماء. هو ده هدفي، ان القب عند الله. انا هنا الفنانه الفراشه البتنجانة المش عارفة ايه، يعني سبحان الله العظيم الألقاب يعني بصرف النظر هي ايه، انما عند الله سبحانه وتعالى الصادقة القائمة الصائمة المتقية المحسنة. يا رب. بس ما فيش شهرة، ما فيش يعني الحاجات الحلوة اللي كانت تضغضغ حنان هذه، انه تطلع هنا وتشوف هنا ويشوفوها الناس ويقولوا الله هذه حنان. هذا من فضل ربي، زي ما يكون شال وحط. سبحان الله العظيم. النهارده بقت سعادتي مش في ده ولا الجايزه ولا سعادتي النهارده اني اروح دارفور واشوف اولاد بيلعبوا معايا وبيضحكوا. اني اروح مكان وست عجوز اديها شربه ميه. انك تشاركي في قافله الى غزه زي ما عملتي قافله الى غزه، بصرف النظر انها وصلت او لا، ولكن يعني والله ما بعرفش وصلت ولا لا هي. لا والله وقتها لا، بس الحمد لله رب العالمين كل الاشياء وصلت بفضل الله. بس مؤخرا يعني لا، وشعبيتك كبيره في اهل غزه واضح. هل هنا ونحن فتحنا غزه الان، غزه تمر باوضاع انسانيه يعني للاسف؟ الله العظيم يا رب يا رب. هل يا رب هل يا رب هل, رب هل بامكانك ان تفعلي شيء لاهل غزه حنان؟ محتاجه اسال أنا ممكن أعمل إيه؟ لأنه قد يكون البني آدم عنده حماس رهيب جدا لأشياء، ولو ما كانش فيه تقنين للعمل أكيد مش هيقدر يعمل حاجة. فأنا بقول أنا جاهزة أبدا لغزة، أنا جاهزة أبدا لفلسطين، أنا جاهزة أبدا للقدس.